طور المبتكر المغربي رشيد المدني روبوتا لمساعدة أصحاب الهمم الذين يعانون من مشكلات حركية على متابعة الدراسة عن بعد، حيث يقول إن انعدام الخدمات الخاصة بهذه الفئة من أهم عوامل حرمانهم من حقوقهم، خاصة حق التعلم، ما دفعه لإيجاد حل يسهم ولو بجزء بسيط في تغلب هذه الفئة على الصعوبات اليومية ومتابعة الدراسة. وكان الحل تطوير جهاز على شكل روبوت يتحكم به عن بعد، يساعدهم في متابعة الدروس مباشرة من الصف وهم في منازلهم دون الحاجة للتنقل من وإلى المدرسة. باستطاعة الطالب التفاعل مع محيطه والمعلم عن طريق كاميرا ومكبر صوت مدعوم بشاشة لمسية مع حساسات أخرى تسمح بطرح الأسئلة والاستماع إلى الشروح والأجوبة، وتتيح المجال لإجراء نقاشات الزملاء في الصف، وتساعد الطالب على إنجاز التمارين المطروحة وإعادتها عن بعد للمعلم للتصحيح. وكذلك الشأن بالنسبة للمعلم، يمكن بدوره طرح الأسئلة مباشرة على التلميذ وتلقي أجوبته. أطلق المدني على الروبوت اسم إيدوكا، وهو نحت لمصطلح إديوكيشن أي التعليم، وأشار إلى أنه يمكن أن يلفظ إيدك ليدل بذلك على اليد، لما لهذا العضو من أهمية في المساعدة ومد يد الخير لمن هم بحاجة له. استخدم المبتكر في تطوير الروبوت تقنيتي البث المباشر والبث الصوتي لتمكين المستخدم من قراءة تدفق الصوت أو الفيديو المتصل به من الخادم بطريقة مباشرة وآنية، وتخزينها بشكل مؤقت قبل عرضها على الشاشة. الهيكل الخارجي للروبوت تطلب منه عملا جبارا، وبشكل خاص في مرحلة التصميم التي بدأت بنحت الشكل باستعمال رغوة البوليإيثيلين مرورا بمراحل عدة معقدة جدا، وتطلبت تقنيات ومهارات خاصة للوصول إلى الشكل النهائي. يمكن توظيف الروبوت في مجالات أخرى متعددة، منها زيارة المعارض عن بعد ولقاء العارضين وإجراء حوارات معهم والاطلاع على منتجاتهم وخدماتهم المعروضة. ويمكن توظيف الروبوت أيضا كمضيف أو مستقبلا للزوار في المحلات التجارية ومساعدتهم في العثور على ما هم بصدد البحث عنه. كذلك الأمر بالنسبة للإدارات العامة أو الخاصة، إذ يأخذ الروبوت دور المرشد للزوار لاطلاعهم على الخدمات المقدمة وتقديم أسهل الطرق لتلبية طلباتهم وتوجيههم. ومن الاستخدامات الممكنة للروبوت مستقبلا أيضا أن يعمل كنادل في المطاعم والمقاهي لاستقبال الزوار وتسجيل طلباتهم وإرسالها إلى المطبخ لإعدادها وتقديمها، فضلا عن مجالات أخرى عديدة.